بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الصوت مرتفع كثير، يخفض. بين النظارة أخفض الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في طاعة أولي الأمر، فصل في كراهية طلب الأمارة لمن كان ضعيفا. عن أيوب عن أبي عبد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجشعاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وفي رواية البغدادي عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية، هذا الفصل جاء في طاعة ولي الأمر، وذكرنا الفصول فيما مر، أن الولاة يجب عليهم ولهم حقوق، ما الذي يجب على الرعايا، والظلم ورفعه، وكيف يولى. الآن يتكلم على فصل أن الولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة تأتي بطرق عديدة، المهم أن سواد المسلمين، يعني أكثرهم، يجمعون على إمام، لأن الإمامة قد تكون خلافة، وقد تكون شورى، وقد يأتي من له حاشية قوية يعجز الناس عن دفعهم فيتولى. فإذا كان الأمر كذلك فهو خليفة وهو ولي. غير هذا القول ليس من أهل السنة. لا يقال أن فلان أخذ الحكم بالقوة فلا يطاع، لا، لأنه إذا كان جماهير الناس معه، أولي القوة معه، ما يصح الخروج عليه، لأنها فتنة لا تنتهي، شر يديم. فإذا نصب الخلافة ذكرنا فيما سبق. نتكلم على الولاية الخاصة. الولاية الخاصة يدخل فيها الأمراء، ويدخل فيها أصحاب المناصب الإدارية وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تولين يا أبا ذر، ينصحه صلى الله عليه وسلم، لا تتولى إمارة، ولا تتولى نظارة على مال يتيم. لا تتولى الأمارة، يعني لا تطلبها إلا إذا طلب منك، لا تسعى إليها، فإنك ضعيف يا أبا ذر. الشاهد لما نصح أبا ذر بذلك، أي أنك لا تقل ضعوني في المنصب الفلاني وأنا أترشح لهذا وأن أسعى إليها، يدخل فيها الولايات الصغيرة والولايات الأخرى، حتى ولو كان جمع مال، ولو كان رئيس دائرة، ولو كان رئيس فرقة،
أو أنه مسؤول على من يدخل من يخرج لا تسعى إليها. إذا كانت هذه الولايات في شؤون الدنيا فما بالك من يسعى في شؤون الدين، يسعى إلى أن يكون إمام صلاة وأنه يتولى هذا المنصب هذا المسجد، أو يسعى أن يكون قاضياً، أو يسعى إلى أنه يكون هو المطلوب من عقود الأنكحة. لا ينبغي للمرء أن يتعرض لذلك، تراها فتنة يا عبد الله. كل أحد سيما أكثر الناس ما هم أصحاب رؤوس أموالهم رؤساء، هؤلاء قلة، لكن الأتباع كلهم يسعى إلى رئيسه أنه وليني اجعلني ولاية على كذا. هذا لا ينبغي يا عبد الله. إنك إن استشرفت لها، أي قلبك تطلع إليها فسعيت إليها، فإن الأمر يوكل إليك، أي أن الله عز وجل يتخلى عن عنايتك. ومن تخلى الله عنه فإنه لا يفلح. أبو ذر رضي الله عنه أصدق الناس لهجة، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء، أقلت يعني شالت، الغبراء يعني الأرض، ولا أظلت الخضراء يعني السماء، أظلت يعني كانت تحت ظلها. البشر كلهم إما على كل البشر كلهم على الأرض وتظلهم السماء، في أحد ليس على الأرض؟ هذا لا يكون، لأن الله عز وجل يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. حتى الذي يموت في الفضاء يرجع رفاته إلى الأرض. والأرض يا عبد الله لا تظنها اليابسة، الأرض يعني البحر والأرض كلهم يعود إليها. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة من صاحب، وحاجة يتكلم، أصدق من أبي ذر، ما في واحد أصدق منه، ليس هناك ذو لهجة يتكلم وينطق يكون صادقا في مرتبة أبي ذر رضي الله عنه. لا يلتبس عليك أن احنا نتكلم على أبو ذر لأنه هو قضية مسألة هذا الحديث. أبو ذر رضي الله عنه وصفه صلى الله عليه وسلم بأبلغ الأوصاف في الصدق، لكن لا تفهم منها أن أبا بكر رضي الله عنه أقل صدقا منه، لا، لأن هذا الحديث قال ما في أحد، ليس هناك أحد أصدق منه، يعني أنه في الرتبة العالية. ولم ينفي هذا الحديث، ما جاء نفياً أن غيره لا يصل إلى هذه المرتبة، لكن ليس هناك من هو أعلى منها. يتساوى الناس في كثير من أصحاب، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاءت في أبي بكر رضي الله عنه، فدل على أن هذا الوصف والمدح والثناء العظيم لأبي ذر لا يعفيه أنه يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، والأمارة خزي وندامة يوم القيامة لا تتطلبها، وإذا جاء يتيم له مال فطلبوا منك النظارة لا تتولى عليها. نهاه عن الشرف والسلطة على الناس، على الناس مو ضروري يكون ولاية عامة، حتى الولاية الخاصة، لأن لو قال أحد أصحاب الأموال قال: هذه الشركة تولها أنت، أو هذا الباب لا يدخله إلا من يحمل بطاقة، هو يمنع ويرد، وهو في هذه الحالة صاحب ولاية، ويقول: لا تتولنا ولاية، إنك امرؤ ضعيف. الضعف في ماذا؟ سنعرف. قال: كذلك لا تتولى نظارة أموال لليتامى، لا المال تشرف عليه ولا سلطة على الناس تتولاها،
قال إنك امرؤ ضعيف، أي ضعيف في هاتين في هذين المسألتين. الضعف في المال واضح، لأن المال إذا خاض فيه الإنسان والإنسان معرض لأزمات ويتعرض لزلازل، المرء يستعيذ بالله من شرها ويحمد الله أنه لم يقع فيها. لو طولبت بمال من جهة رسمية كبنك مثلا، انظر لما يقتطع من راتبك ومن أجرتك كل شهر كذا، فإذا كان يوم لم يبقى من الراتب لاحقوك وشهروا بك وآذوك، كذا الغرماء. فإذا كانت حقوق الناس عليك فعجزت عن دفعها، هذا العجز والشعور بالحاجة يدفعك إذا كنت ناظر على أموال أنك تحاول تقول لا أنا أخذها دون علمهم لكن أردها أقضي بها الحاجة، هذا أقلهم إيمانا. فما بالك إذا أمور خفية ما يعلمها النظار ولا يعلمها أصحاب الحقوق. كم أخذت من ودائع وأنكر هؤلاء المشرفون عليها حقوق الناس، وكم ضاعت من أموال. فلما يكون الإنسان معرض، ما في أحد يخلو من هذا، لا يخلو أحد أن يمر عليه في زمن من الأزمان حاجة تدعوه إلى الاستدانة أو الاقتراض أو طلب كذا عارية ليسد بها تلك الحاجة، إلا من عنده ذاك اليقين وصبر على اللأواء ولم يطلع أحد من الناس على ما مر عليه ولجأ إلى الله، هذه قلة. فلما كانت الحاجات تدفع المرء إلى أن يخون ويغدر ويسد ويكذب ويقول ما حصل كذا وهذا الدخل كذا، هكذا شأن الناس. أكثر من يأتي بكفيل أو شريك أو عامل ويعلم أنه لا يستطيع المراقبة فيضطر يقول شراك بيني وبينك تدفع لي كذا، هو يضمن مال يعود إليه ثم يعينه، قال تعطيني كل شهر 2000 واشتغل في السيارة، تعطني من هذا من دخل هذا المتجر 5000 والباقي لك، هو يعني يحاول يخمن أنه يستطيع يأخذ ما استطاع ويترك هذا العامل يفجر بالناس، يكذب على الذي وكله ويكذب على الناس ويزيد عليهم الأسعار. هذه المكاسب الحرام جعلت الناس في غلط وفي أمور عجيبة. كذا صاحب السلطة، انظر البواب يعني الحارس الذي يدخل ويمنع من طلب منعه، أصحاب الحاجات يتوسلون إليه، أصحاب الحاجات إما أنه يريد الدخول على المسؤول أو يريد حصول حاجة من صدقات أو ما إلى ذلك، حاجات الناس لا تحصى. انظر كيف يتزلف ويتملق إلى هذا الحارس ويدفع له شيء من رشاوة لأجل أن يسمح له، دل على أي منصب، فإنه يتسبب في قلب ذاك الرجل المسؤول، بدل أن يكون فيه استقامة ولجوء إلى الله تجده ينحرف في هذا الأمر ويستغل هذا المنصب. أبو ذر مع أنه أصدق الناس وأقوى الناس في مسائر الحق، علم صلى الله عليه وسلم أن هاتين المسألتين لا تليق بهذا الرجل، هو نصحه قال لا تفعل ذلك. ينبغي للوالي كذلك إذا رأى أحد يتطلب أمارة أو سلطة أو مكان يكون هو فيه المسؤول، ينبغي للإمام ما يعينه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نولي أحداً من هذا الأمر شيئاً إذا كان يسعى في طلبه، يعني لا نولي من طلبه
من كان يطلب هذا الشيء ما يوليه، لأنه طالما سعى في طلب، لأن الشيطان والناس أصحاب الشياطين في الإغراءات يقول يا فلان حسن دخلك. إيش معنى حسن دخلك؟ يعني حاول أن تكسب أكثر مما كتبه الله لك ومن رزقه، وما يقول هذا، لكن ما عنده هذا اليقين فيقول حسن دخلك، يعني أنتك ما لابد تبني بيت، لابد أن تشتري سيارة، فيأتيه من هذه الأبواب، مع أن الله قسم الأرزاق لن يستطيع أحد لو جد ما جد من نشاط لن يزيد على الدخل الذي كتبه الله لك، لكن هو يغريه والنفس لها هوى فيتبع هذا، فيسعى في طلب مكان مو لأجل إصلاح الناس والسعي في خدماتهم، إنما لأجل تحسين الوضع. تحسين الوضع يعني زيادة الدخل، زيادة الدخل بالرشاوة، فإن لم تكن رشاوة تقديم الهدايا ويطلب من الناس بلمح أو غيرها. نسأل الله العافية والسلام. فيا عبد الله ثق بأن الله عز وجل قسم للناس حقوقهم، فلو سعيت سعي الوحوش لن تكسب إلا ما كتبه الله لك. هذا اليقين يكون عندك دائم، كما أنك تعلم أن الله يعلم السر والنجوى، وتعلم أن الله على كل شيء قدير، كما أنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنك لن تفوته إذا عصيته. فما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، بمعجزين يعني تشرد عني، لن تستطيع هروب ولا لجوء إذا كان الله يطلب الخصم. فقال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف. فينبغي للوالي إذا رأى ما فيه ضعف ما يوليه، يعني الوالي سواء كان والي أول أو الولاة الصغار أصحاب المناصب، لا تسعى إلى من ترى بينك وبينه قرابة أو له يد عليك أو أنك تريد إسداء جميل ما، إنما حاول أن يكون من ترشحه أو تصفه أو ترغب أن يتولى أن يكون فيه قوة ويخاف الله عز وجل. اقرأ الحديث مرة أخرى. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين. ينبغي للمسافر ما يسافر وحده، سيما الأسفار. السفر في لغة العرب أنك تذهب إلى مكان فيضطرك المغادرة عن أهلك أن تبيت خارج عنهم. الإنسان يجول في دنياه ثم يعود إلى مسكنه، بعض الناس يضره الرحلة، فالسفر سواء كان قصير أو بعيد لا يسمى في لغة العرب سفر إلا إذا اضطرك إلى أن تبيت خارج أهلك. الذي بيت خارج أهله لابد يكون معه نقود، لابد أن يكون معه مال عشان يأكل، ولابد أن يكون معه مال عشان يجد مكان يأوي إليه للنوم، ولابد أن يكون معه مال ليجد مركوبا، لأنه لو كان يمشي ويستطيع الرجوع إلى أهله ما اضطر أن يبيت خارج أهله. كل من خرج عن مكان واضطره الخروج إلى أن يبيت خارج أهله فهو مسافر. فيا عبد الله إن ذهبت إلى جدة أو سافرت إلى الطائف أو ذهبت إلى عسفان أو يلملم وعلمت أنك لن تعود فأنت مسافر، اقصر الصلاة إن شئت إن لم تجد جماعة. ما يقال السفر إنه هذه 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، لا، حتى إذا عدت يومك ولو ذهبت إلى الرياض ولو ذهبت إلى أقصى الدنيا بآلة
تذهب بك وتعود بك في يومك، ولن تبات أي تنام إلا عند أهلك، ما يسمى سفر. عرفتم ضابط السفر؟ هذا الذي يذهب هذا المذهب ويروح هذا الروح ويعلم أنه سيغيب عن أهله. النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفوس الناس. هذا العلم يا عبد الله إما أن يكون عن وحي فيكون هذا خاص بالنبي، أو يكون عن فراسة، بمعنى نوع من ذكاء. هذا الذكاء ليس قضية حساب ووضع هذه في هذه ويحصل النتيجة، لأن هذه أمور يستوي فيها الفاجر والمؤمن، لكن الفراسة فراسة المؤمن. إذا نظر في وجه إنسان عرف بخاطره الطيب أن فلان لا يصلح لأن يصاهر، ولا يصلح أن يكون شريك، أو أن هذا يصح أن يكون صديقا، هذه الفراسة ما لها ميزان إلا أن يكون تقيا صالحا. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيش معنى تتقوا يا عبد الله؟ يعني تتقي محارم الله، تتقي غضب الله، فتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي. هذه يا عبد الله تنير القلب وتعطي الرجل يعني والمرأة إذا كان بهذا الوصف، تعطيه قوة وإدراكا يميز به من يصلح ومن لا يصلح. فالوالي إذا كان صاحب فراسة، والقاضي كذلك، القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا ببينة، لأنه لو حكم بفراسته لكان موضع تهمة والناس لا تقبل، لا بد من مبينة، والبينة إذا ثبتت عنده قد تكون زور، لكن هذا في ظاهره. لكن هو صاحب فراسة أنه يأتيه الرجل بشاهدين، ثم يعلم أن هذين الشاهدين لا ينبغي أن تقبل شهادتهما، ووجد من يزكيهم، وأدرك أن هؤلاء باعوا شيئا من دينهم بحطام من الدنيا، كيف يفعل؟ صاحب الفراسة يأتيه هداية وتوفيق فيفرق بين الشاهدين، ويسأل كل واحد منهما على حدة له أسئلة. القاضي ينو إذا اهتدى وأراد فضل الله عز وجل ألهم حينئذ، وسدد الإلهام بمعنى ألقي في قلبه طرق الحق كيف يأتي بها، والتسديد التوفيق، فيدرك حينئذ من أجوبتهما أنهما لا يصلحان، فيقول لا. حتى لو أراد أن يحتج صاحب هذين في قبول شهادتهما بيّن لهما عيومه. هذه الفراسة، النبوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفراسة والمعرفة ودقة الخبرة كلها أمور إذا وجدت في الشخص فقال لا أقبل هذا أن يكون شريك، ولا يصلح هذا في هذه الدائرة، هو له أن يقول ذلك وله أن يمنع. لكن هذا الوالي، أما سائر الناس إذا فرض عليهم استعين الله بهم. قد يكون الرجل في عمل فيأتيه من يرأسه ويعلم فيه الخلل، أو يأتيه من يشاركه فيه العمل ويعلم أن المكوث معه والجلوس معه مضر وبعيد عن الحق. مثل هذا المبتلى يستعين الله عز وجل، ثم يطلب من الله الفرج ويسعى في الانتقال عن ذلك المكان. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الذين هاجروا، لا تحسب الهجرة
هي فقط من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لا يا عبد الله، الهجرة أن تخرج من مكان تعجز عن فعل الحق أو قوله. لو قلت الحق وقوله ظلمت، إما باضطهاد أو بمضايقة أو غير ذلك. الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في الله خرجت من هذا المكان وتركت ذاك الراتب والرتبة لأنك عجزت أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، وعجزت أن تقول هذه المعاملة وجهها كذا، ومن خالف هذا غير حق. مو لأجل أنك راتبك قليل وتقول أنا مظلوم، لا، هذا ليس لله، ليس لأجل مصلحتك، إنما تركت العمل لله عز وجل. من فعل ذلك الله عز وجل يقول: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا كان الله معك يا عبد الله ما تفشل، الفلاح دائما معك. هنا يقول: يا أبا ذر إني أراك امرؤ ضعيف، ثم أردفها صلى الله عليه وسلم بقوله: وأحب لك كما أحب لك كما أحب لنفسي. المرء لا يرغب أن يقع في مكروه، ويكره أن ينال بظلم، ويتأذى أن أحد يسيء إليه فيدفع الظلم، ويهرب عن الإساءة، ويرغب في أنه يحصل شيء ينتفع به. هذا شأن الإنسان، كل إنسان كافر ولا مسلم. الكافر عديم الإخلاص وغيره ولا يؤمن، لكن هكذا شأن الناس، تدفع عن أنفسها الظلم، لا ترغب في ذلك. قال: أنا أحب لك كما أحب لنفسي. هذا غاية وجه الإخلاص، لكن لا تخدع يا عبد الله بما والله إني أحبك، وما يحبك، أحب دراهمك، والله إنك في قلبي كذا، ويسأل الله السلامة يلحقها بإيمان، وتجب أخيراً أنه يسعى في مصلحة. صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: اطمئن يا أبا ذر، أنا أحبك كما أحب لنفسي. لا تولين أمر اثنين، لما السفر بينا ما فيه من متاعب، وقلنا أن الرجل لا ينبغي أن يسافر وحده، ولا يسافر مع اثنين إن استطاع، أقلها ثلاثة يسمى ركب: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فإذا كان الركب، لا تقول أنا أمير عليكم، لا، هم إن تشاوروا فأمروا واحدا عليهم أعانه الله على ذلك. يا أبا ذر إني أراك امرؤ فيك ضعف، وأحب لنفسك كما يحب صلى الله عليه وسلم لنفسه. لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. نعم. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله استعملني. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا الحديث الثاني أورده البيهقي رحمه الله لأجل أن يبين سبب الحديث الأول، لما قال يا أبا ذر إنك أمر ضعيف، لأن أبا ذر قال: يا رسول الله أطلب لي ولاية، دفعته الحاجة إلى ذلك. قال: فأخذ بمنكبي. المنكب فينه؟ أين موضع المنكب؟ أحسنت، موضع المنكب من الرجل ما بين العنق ومفصل الكوع، هذا الموضع
لما انتضى عليه لفلان فيه إيناس وفيه إشعار بمحبة، قال يا وذر تراك امرأ ضعيف ما يصلح، هذه الإمارة خزي وندامة يوم القيامة، وما أكثر من يتولى فيسيء ويظلم، وقل من يفعل ما أمره الله بذلك. نعم، إذن عرفنا إرادة الحديث الثاني ليه؟ لأجل بيان سبب ورود الحديث الأول. نعم. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. فصل في ذكر هذه الأبواب الفصول تحت الباب الأول في حق الراعي والرعية. قال ما ورد من التشديد في الظلم، اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا من باب السجع، والسجع في لغة العرب هو أن يرد الكلمات التي بعضها يشتق من بعض، ظلم وظلمات. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلمات هي سواد يغشى الإنسان في أماكن يعجز أن يرى بعض جسمه، فضلاً أن يرى من يأتي أو يسعى إليه، وهذه الظلمة موضع ريبة ومخافة. والله عز وجل جعل الليل سكنا، الجسم لا يهدأ ولا يرتاح إلا إذا نام في الليل، لو نمت 10 ساعات في النهار وساعتين في الليل فإنها تعادل تلك 10، هذا مجرب، لأن الله جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا يتصرفون فيه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ يعني أراد الله أن يبين نعمه جليلها على العباد، أن من نعمه قلب الليل والنهار، تنام في الليل سكن للروح والجسم والعقل، فتحب من نومك وتجد فيك نشاطا وأمرا غير حين أقبلت على فراشك، ولو لم يكن كذلك نهار لكان الأمر سوءا. فالله لما امتنى بهذه وهذه فقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات على الصراط، وظلمات في المحشر، وظلمات في جهنم، ونعوذ بالله من الشقاء. نعم. الوعيد الذي يأتي عن الله عز وجل في الكتاب والسنة منها ما عليها حدود وزواجر، هذه الحدود جلد ورجم وقتل وتشريد، بمعنى أنه إبعاد عن المكان، وقد يكون سجن، وقد يكون طلب المسلمين هجرانه لا يسلمون عليه. ومن الذنوب كبائر، لكن ما ورد فيها عقوبة في الدنيا لأنها خفية، ما يطلع الناس عليها ولا تعرف. فإذا عمل إنسان بعينيه أو بلسانه أو تصرفاته في خفاء ما يقال هذا عقوبته جلد وهذا عقب، ما هو موضع سواك يا عبد الله، الله يفتح عليك هذا. فقال يعني ما يمكن، لو أخذ الناس بهذه لكانت موضعتهما، كل واحد يستطيع يقول كذا. فترك هذه الأمور عقوبتها وعيد. أصدق الحديث كتاب الله، يعني ما قاله من وعد لا بد أن يقع، وما قاله من وعيد لا بد أن يقع. من كذب بهذا فهو كافر والعياذ بالله.
وصلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كلامه وحي، فإذا جاء وعيد، لأن الظلم خفي، أحيانا يأتي يفعل أمور تؤذي العبد، فإذا شكى قال في بينة في حجة، أنا تكلمت كلام ما أريدك أنت، ما عنيتك، أو هذا مالي أتصرف فيه، يؤذي غيره وقصده إيلام ذاك الشخص، وما في بينات، ما له إلا يصبر ويطلب من الله الفرج ويستغفر، لأنه بذنوبه سلط عليه، فهي كفارة له. هذه الأمور توعد صلى الله عليه وسلم على من يفعلها بهذه الأمور، فإذا توعد في الآخرة لا تفهم أن في الدنيا ما يصيب شيء، لا يا ولدي، سيما ظلم العباد، فإذا دعا المظلوم حتى ولو كان كافر فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، والظالم يأتيه الأمر سريعاً في الدنيا قبل الآخرة، فإذا جاء وعيد في الآخرة لا تظن أنه في الدنيا هو سالم، لا، لكن أراد أن يبين بعد أن علمنا أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، فقال الظلم ظلمات يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: في الوضوء في غسل القدم، هل لي أن أصب الماء عليها دون دلك؟ فهل ذلك يكفي لأنه تشق علي الدلك؟ شوف، أجسام الناس تختلف، في الأزمنة يعني في الأوقات، وفي البشرة يعني الجلد، بعض جلوس الناس لو حطيت الماء عليها الماء ينبو عنها ما يصيب، ولذلك بعد كذا شوية ترى، بعد قليل ترى أن هذا الجزء ما أصابه الماء، مع أنك سكبت عليه مئات الأطنان من الماء، هذا تجده يا عبد الله في الأماكن الحارة في وقت الشتاء الشديد، هي صيفها شديد وبردها شديد. أنا أمثل لك بقرية عشت فيها، المدينة هذه وقت البرد يوم تصب الماء عنها الماء يزحف عن الجسد، ما يصب إلا إذا دلكت، فهذا لا يقال صب الماء عليها. وفي أماكن أخرى ما في أزمان وأجسام، وفي أجسام رطبة لو صببت الماء عليها تجد البشرة كأنها تشربت واغتسلت، فإن ضمنت هذه يكفيك عن الدلك، وإن علمت أنه لا. ولذلك صلى الله عليه وسلم طلب أو فعل في وضوئه أنه أدخل يده بين أصابعه، هل يسموها البراجم، ما بين الإصبع والإصبع، هذه براجم في الغالب، وكذلك ما عند العقد هذه براجم، الذين يتولون الصناعات بأيديهم زي البويجي والسباك والطيان اللي يشتغل في الطيق، غالبا تجد هذه الأماكن لو غسلها لا ينجو من بعض البقايا. فأهل الفقه لما رأوا صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك، كذلك المتوضئ ينبغي له أن يدلك بشرة جسمه حين يتوضأ لأجل أن يتأكد وصول الماء. هذا الذي السائل يقول يعجز عن دلك رجليه، أيها الشاب لا تستكثر هذا أو ترى أنه هذا لا يكون، لا هذا يكون، احمد الله على العافية، فإن الرجل إذا طعن في السن يعجز، يصعب عليه رفع رجليه، ويصعب عليه الانحناء لأجل الدلك، ويضطر أن يدلك رجليه بإحداهما بالأخرى، أو يأتي بالأنبوب أو الآلة التي يغسل بها يحك بها على رجليه، هذا إن كان يسموه شطاف، بمعنى الأنبوب الذي يدفع الماء بغزارة يسلطها على المكان، فإذا علمت ذلك هذا يكفي. نعم.
يقول: هل تصح الصلاة بدون رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع أم تكون صلاته ناقصة؟ لا، خلاف السنة. إذا علم السنة ولم يعملها خلاف السنة. خلاف لا، وخلاف السنة يعني نقص أجر ونقص الثواب غير الثواب الكامل يا عبد الله. تحرى أن تفعل وتصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. يقول: إن سافر رجل في مجموعة ولم يؤمروا أحدا عليهم فهل يذكرهم بها؟ أي نعم، يقول لهم: يا إخوان، من السنة إذا خرجنا ثلاثة أن يؤمر أحدنا عليهم، فاختاروا أمير. يذكرهم طبعا. نعم. يقول: هل استعمال السواك في مجلس العلم من سوء الأدب؟ السواك في الحرم ما ينبغي يا عبد الله، لأنها إزالة مكروه، وفي المجالس العلم من باب الاستهانة، وبعدين كأنك ما تسمع. في الغالب إما يدفعه رجل بلغ به من الأمور القلبية إلى أنه شرد، فتجد يعبث باللحية، ما رأيتم هذه؟ إذا اشتد به الأمر، أو يخرج الصبح إذا عنده صبح يلهو بها، أو تراه ينحني في الأرض ويفكر، إما إذا كان تراب لعب بإصبعيه. فإذا جاء واحد عندي يسوي الحركة دي يميت قلب جليسه، وعرف أنه مشوس الخاطر، هذا أحسن ما نقوله. أما بعضهم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هو الناس الحق، شوف زي أخونا ذا اللي جالس على الكرسي، جالس مر رجوله كذا مر رجوله كذا، ما هو داري. الحق أحيانا يكرهه المرء من المتكلم، وأنت يا عبد الله إذا أبغضك بعض الناس لا تبالي إن كنت على حق، لأن القلوب مريضة والناس ذو أهواء ما تعرف، فلا تنزعج. كما قال سفيان الثوري، قال: ما بالك يا سفيان لا يجتمع عليك أهل الحي، يعني اللي في الحارة كلهم ما يحبوك، يعني أكثرهم. قال: ويحك، أظننتني منافق؟ تحبني أبتسم لهذا وأداري هذا وأدعو هذا إلى وليمة؟ قال: ما أفعل هذا. فأنا لم يجي واحد يعمل لي الحركة هذه أعلم، ما أقول الثانية لأن الله أعلم بالنيات، لكن هذه الغفلة ما ينبغي فينا، فينزعج الأفارقة، يقول: هذا ما يحب السنة، يقوم يسوي يعملها بالأذية كده. ونسأل الله العافية والتوفيق. علمت يا عبد الله أن في حلقة العلم وفي الطواف وفي المساجد، شوف هذا اللي يفعلها، لو في نادي أدبي من عند الأفندية دول اللي أصحاب العقول وأصحاب كذا وجالسين يتكلموا في الإشعار، ما يفعلها، لأنهم كلهم ينظرون إليه نظر ما هي طيبة، فينفطر قلبه، ما يفعله. لكن لما يجي المجالس الحلوة هذه الطيبة اللي فيها ذكر الله، ما عندنا إلا قرآن وحديث، ينزعج خاطره. إما يسهو لأنه ثقيل الكلام عليه، ترى بعض الكلام ثقيل على الناس. الله عز وجل ذكر إنزال القرآن أنه ثقيل، ما هو سهل على النفوس إلا. ولذلك في المجالس التي يقرأ فيها القرآن، ما هو من الأصوات، لكن قرآن طيب تسمعه، ترى يجلس مع 5 دقائق وبعدها يمل، يتمنى أنك تسكت. لكن يجيب واحد يغني أو يتكلم بأوصاف أو يستعرض أمور، تجده يصغى إليك ولا يمل، لأن الشيطان يفتح له آذان عجيبة وقلب واسع. ولذا هذا القول الثقيل: اصبر عليه واستمع له، فإذا علم الله منك حسن التوجه روض قلبك لسماع الخير وتكره أن تسمع السوء. ويا عبد الله، إذا قلت يا فلان اترك هذه، اعلم أني ما أريد أن خلاف السنة، لأن فعلك هذا هو خلاف السنة. السنة أن تشتاك وتتطهر عند إرادتك الوضوء وتأتي نقياً، لا تمشي
المؤذن يؤذن ما يتابع الأذان، أشوفه يتحرك كذا، أقول إيش الناس في غفلة. نعم يا عبد الله. هل يجوز الوضوء داخل دورة المياه؟ في دورات المياه اللي في البيوت نظيفة، لكن لا تقرأ فيها القرآن لأنها مأوى الشياطين. وفي دورات المياه في غاية القذارة، سيما التي على الطرقات في مواطن السفر وحين الحجيج في الأماكن المزدحفة، ما هي لائق. هذا المكان بخلاف المكان الذي أنت تسكنه فتعتني بهذه، قل بسم الله لأنه ليس من القرآن، ليست آية، واستعذ بالله وتوضأ. لكن في هذه الأماكن ما هو لأجل الشياطين، إنما خشية أن يرتد عليك رذاذ، يعني هذا الماء لطرطش يسموه طرطشة، أن يصلك رذاذ من الأرض أو غيرها، ويدخلها آلاف الداخلين والخارجين، منهم من لا يحتاط، منهم من لا يستنجي، ومنهم من يستنجي ولم يستبرئ من بوله، فما تعرف دفعاً لأسباب الشك التي ترد على القلب. في الغالب يخرج هو ما داري مطهر ولا ما هو مطهر، فيأتي الشيطان يوسع له هذا الشك، يصلي ويقول كيف صليت. فهذه الأماكن ابتعد عن الوضوء فيها. أما الأماكن التي هي أن تعلم أنت نظافتها، توضأ فيها ما فيه. هذا السائل قد لا يدرك الأمر الأول، وهو تلوث كثير من أماكن صرف المياه النجسة، ما يدرك هذا لأنه ما يروح إلا حمام بيته. سؤاله يقول ذكر الله مكروه في هذه الأماكن لأنها مأوى الشياطين، هل لي أن أتطهر في هذا المكان؟ هذا قصده. ويقال له نعم، توضأ وقل بسم الله، تؤجر على ذلك. نعم. يقول السائل: كنت قد عقدت النية أن كل صدقة أتصدق بها فهي عني وعن والدي المتوفى، فهل هذا يكفي أم لا بد من عقد النية في كل صدقة أتصدق بها؟ لا، أما كل صدقة لا بد أن تنوي أنها لله لأجل أن تؤجر عليها، أما إن دفعتها لأجل فقط قرابة أو صداقة أو نوع من إعانة أو طلب وجاهة، فإن أجر الدنيا حاصل لك. لكن الله ما يتقبل، يتقبل الصدقة التي يربيها كما يربي أحدكم فلوة. تعرف الفلوة معنى إيه؟ المهر الصغير. المهر الصغير يعني ولد الفرس، يربيها إلى أن ينميها وتكبر، ثم يعاد إليه ثوابها بأعظم ما يكون. فأنت لابد أن تنوي أنها لله، ثم لا يضرك إن تذكرت أنها لوالدك أو لم تتذكر، لكن لابد أن تعرف أنك نويت بها. لأن أحيانا المتسول إذا رآك أخرجت المحفظة لأمر ما تجده خرج عليك مدري من وين، وتحب أن تتخلص منه تعطيه. فإذا أعطيت أنت ما نويت أنها لله، أنت نويت أن تصرفه لأنه قائم عليك. ما لمستم هذه ما تؤجر عليها يا عبد الله، لكن لما تعلم أن هذا محتاج وفقير وأخفيتها، وإن أعلنتها، لكن الصدقة الخفية أعظم درجة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.